أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. محافظة طرطوس تنهي استعداداتها لموسم الحصاد وتسويق القمح. ومنشأة دواجن اللاذقية تعود إلى العمل بعد توقف دام نحو 10 أشهر. أهلا بكم من جديد. بلغت المساحة المزروعة بالقمح في محافظة طرطوس أكثر من 14,000 هكتار، فيما وصلت المساحة المزروعة بالشعير إلى حوالي 630 هكتارا. هذا وتم اتخاذ كافة الاستعدادات في المحافظة لحصاد وتسويق المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين من قبل الوحدات الإرشادية والمهندسين والفنيين، حيث تم حصاد نحو 840 دونم من القمح في مناطق عرب الشاطئ والبصيصة وزاهد. كما سيتم تقديم الأكياس من مؤسسة إكثار البذار بسعر تشجيعي ودعم الحصادات بالمازوت الزراعي. بدأت عمليات جني محاصيل القمح والشعير في أرياف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور، والفلاحون يطالبون الجهات المعنية بفتح مركز لاستلام الحبوب في المدينة. هنا في أقصى الشرق السوري في أرياف مدينة البوكمال يبدأ الفلاحون بجني محاصيلهم الزراعية من محصولي القمح والشعير، والاتحاد الفلاحين بدير الزور يطلع على عمليات الحصاد ويستمع من الفلاحين لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية الحصاد. احنا قمنا جولة على كافة المحافظات، وحاليا دير الزور منطقة البوكمال هي اللي بدأ بها حصاد القمح، لأنها منطقة جوها حار شوي، وبلشت عملية الحصاد من كم يوم، والحمد لله الموسم يبشر بالخير ووفير إن شاء الله، والفلاحين متجاوبين بعد مكرمة السيد الرئيس وبزيادة السعر. الأخوة الفلاحين يريدون فتح المركز في مركز التسويق في ضمن منطقة البوكمال لتحاشى عبء التكاليف على الأخوة الفلاحين. نتابع عمليات الحصاد بشكل ميداني بالتعاون مع الأخوة الفلاحين من حيث مراقبة عمل الحصادات والدراسات، وكميات الإنتاج إن شاء الله تكون بشكل إن شاء الله جيدة لهذا العام. موسم القمح في هذا العام مختلف عن المواسم العجاف الأخيرة، ويبدو أنه مرشح لقلب المعطيات من ناحية المساحات المزروعة وكمية الإنتاج، فضلا عن التحضيرات التي سبقت عملية الجني بدءا من الأسمدة والوقود وصولا إلى عملية الإرواء. وها هي الصورة تكتمل في هذه الأراضي ونشاط مزارعيها الذين يتابعون أعمالهم الزراعية ويجنون المحصول الوفير، لكن عملية نقل المحصول إلى مراكز التسويق أصبحت عائقا أمام الفلاحين، علما إن مدينة البوكمال لديها مركز لاستلام الحبوب لكنه لم يضع في الخدمة بعد. عندنا هي المشكلة والعقبة الأساسية هي نقل المحصول على الميادين أو على دير الزور، وعلما أنه احنا بإمكاننا نفتح بالبوكمال. عانينا من الموضوع السنة اللي طافت، وطبعا واشتكينا وعلى أساس يفتحوا لنا مركز بالبوكمال، وهذا هاي معاناة الفلاح بالوقت الحالي. تصادفنا بعض الصعوبات وهي مراكز التسويق. أولا يجب أن يكون هناك مركز تسويق قريب للفلاح، كون منطقة البوكمال منطقة فلاحية بالأولى، وقراها كثيرة وقرى ريفية فيها محاصيل زراعية، إن شاء الله أن تكون هذا العام جيدة. توقعات الفلاحين بأن الموسم الحالي سيحقق وفرة في المادة للأسواق المحلية وعائدية جيدة للفلاحين بعد رفع سعر الأقماح، بما يرضي المزارعين وتأمين المستلزمات الزراعية لهم. عادت منشأة دواجن اللاذقية إلى العمل وتربية الفروج بعد توقف دام نحو 10 أشهر، وذلك ضمن خطة المؤسسة العامة للدواجن لاستثمار السلفة المالية الممنوحة لها من مجلس الوزراء. هذا وتم تقسيم العمل على 3 مراحل، الأولى كانت في صيدناية والثانية في اللاذقية، أما الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى فستكون في منشأة حمص.
بعد تجهيز الحظائر وتحضيرها للتربية، المؤسسة العامة للدواجن تنفذ الخطوة الثانية من استثمار سلفة المليار ليرة المقدمة للمؤسسة لتحسين طاقتها الإنتاجية بتنزيل 24 ألف صوص فروج في منشأة دواجن اللاذقية. ويأتي اختيار تربية صوص الفروج في خطوة لتعويض انقطاع المؤسسة عن هذا النوع من التربية عدة أشهر وتوفير المادة في السوق على حد تعبير المؤسسة. خصصناها هذه السلفة لتربية صيصان الفروج. قسمنا الأمل على مراحل، وكل مرحلة مقسمة الخطوات بشكل علمي ومنطقي. المرحلة الأولى بتضم 3 خطوات. الخطوة الأولى تنزيل صيصان فروج بمنشأة صدناية تمت. هي الخطوة الثانية من المرحلة الأولى، تنزيل 24 ألف صوص فروج بمنشأة اللاذقية. تعتبر منشأة دواجن اللاذقية أحد أهم القطاعات الرائدة في تأمين البيض المائدة واللحم الفروج لمحافظة اللاذقية. تقريبا بنسبة حوالي 30-40% تؤمن متطلبات المحافظة. الخطوة التي تأتي ضمن التشاركية بين الوزارة والنقابة وغرفة زراعة دمشق تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وتخفيف التكاليف وتحصينها من أي أمراض وبائية قد تسبب خسارات كبيرة للمربين. عملي هو متابعة سير العملية الإنتاجية في كافة الأقسام الموجودة في المنشأة، وذلك من بداية وصول الصيصان وحتى الانتهاء من تسويقه. هلا نحن بنستقبل الصوص أول ما بيجي، بننزله بالحظائر على درجة حرارة بين 32 درجة. بنحاول نحافظ، بنحط له صواني ومناهل العلف بعدد مناسب بناسب الصيصان وبناسب نضل من أشرف على رعاية الصوص لحتى وقت التسويق. مرحلة صعبة يعاني منها القطاع تستدعي دور الغرف في تأمين مستلزمات الإنتاج لزيادة المنتج. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية. كشف مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة بيتر نايمسكي أن بولندا قررت فسخ اتفاقية حكومية موقعة في عام 1993 مع روسيا حول إمدادات الغاز. ويأتي قرار وارسو في إطار سياسة العقوبات التي تتبعها الدول الغربية ضد روسيا. هذا وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وفي عام 2020 بلغت إمدادات الغاز من روسيا إلى بولندا نحو 9 مليارات و670 مليون متر مكعب، فيما وصلت إمدادات روسيا إلى الدول الأوروبية ككل قرابة 158 مليار متر مكعب. أثار قرار نيو دلهي حظر تصدير القمح وسط الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية استياء في خارج البلاد، وتسبب في زيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية. ووفقا لوكالات أنباء، يعم الغضب داخل الهند بين المزارعين والتجار الذين يعيشون موسما أليما بعدما حرموا من فرصة لتحقيق مكاسب، ولا سيما أن الأسعار في السوق الداخلية انهارت على عكس الأسعار العالمية. هذا وتأتي الهند في المرتبة الثانية كأكبر مصدر للقمح في العالم، غير أن الحكومة وهي المشتري الرئيسي للقمح في هذا البلد دافعت عن قرارها بحظر التصدير، مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت.